شاهد معزة عجوزة جدا جدا. دي منظر المعزة اهي، يعني المعزة دي بسم الله ما شاء الله، يعني يعتبر ان هي عجوزة جدا جدا، لان المعز اصلا مش بيعيش كتير، يعني ممكن اخره من 4 سنين الى 5 سنين، يعني بيعيش في الحدود دي. ودي منظر المعزة، ده سنها، وهذا حيوان المعزة العجوز الذي سنه كبير، وده منظره وشكله الجميل طبعا، يعني بصوا بسم الله ما شاء الله. دي منظر المعزة الكبيرة في السن أو العجوزة، تسمى طبعا عندنا باسمها العجوزة أو الكبيرة في السن، طبعا حسب بلدكم انتوا بتقولوها فيها ايه. وطبعا الفيديو لو عجبكم ما تنساش تضغط زر اللايك، مش هتخسر اي حاجة، هيفيدنا احنا كتير كتير جدا جدا عشان الفيديو يوصل لغيرك. وما تنساش تشترك في هذه القناة، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.